أوقات للمرح وأوقات للجد، هكذا تقضي الطالبة البولندية إكزينا أيامها في الدوحة، المكان الذي اختارته للتمكن من لغتها السادسة اللغة العربية. ممكن إنه الفاهم الكامل للحضارة ليس ممكن بدون التفاهم للحضارة العربية. إكزينا هي واحدة من مجموعة طلاب يستضيفهم مركز اللغات بمعهد الدوحة للدراسات العليا ضمن برنامج زمالة الدوحة الذي بدأ العام الماضي يستقطب طلاباً دوليين ليتعلموا اللغة والثقافة العربية عن طريق حصص خاصة يقدمها المركز، بالإضافة لمعايشتهم لطلاب الماجستير بالمعهد. برنامج الزمالة هو واحد من عدة برامج يقدمها مركز اللغات، فإلى جانب دورات خاصة يقدمها لطلاب المعهد لأغراض أكاديمية باللغتين العربية والإنجليزية، يسعى أيضاً لخدمة المجتمع بطريقته الخاصة. مركز اللغات هو ابن معهد الدوحة وحفيد المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات الذي أطلق العام الماضي معجم الدوحة التاريخي للغة العربية، وهو معجم يؤرخ لألفاظ العربية منذ عصر ما قبل الإسلام وصولاً إلى يومنا هذا. يعكف جزء من الباحثين هنا على التنقيب عن جذور اللغة العربية، بينما ينخرط آخرون في تعليمها ونشرها ضمن منظومة متكاملة هدفها الارتقاء عالمياً بمكانة اللغة العربية. علاء الدين عصقول، الدوحة.